اول اقتراح واللي هو لي مادلين بالمندرين. كيف ما قلنا المندرين ليمون غني بفيتامين سي وكل حوامض. دابا الثمن ديالهم رخاص مزيان, ونحاولوا يعني نديروا كونفيتور ديال ليمون, نديروا عصائر بهم, نحاولوا ناكلوهم, نديروهم في دي كوب دو فروي, نستعملوهم في بزاف ديال الاستعمالات. كذلك حتى داك القشور ديالهم نعسلوهم, ونحاولوا اننا نديروهم بالنسبه للحلويات بحال الفواكه معسله. فكاين طرق كثيره ان شاء الله نبداو نذكروا بهم من خلال البرنامج. بالنسبه لهاد المادلين باللي ماندالين, غادي نحتاجوا في المقادير بيضه واحده, كاس ديال السنيده, كيس واحد من الفاني, نص كاس ديال الزيت, كاس ديال عصير ديال الليمون, قشور ديال الليمونه, وطحين على حسب الخليط, طحين من النوع الجيد الخاص بالحلويات, جوج خمارات حمرين ديال الحلوى. هادو هما المقادير بالنسبه للمادلين ديال الماندارين. غادي نحتاجو فيهم بالنسبه للكيك المادلين, غادي نحتاجو بيضه واحده, كاس ديال السنيده, ساشي ديال الفاني, نص كاس ديال الزيت الروميه, وكاس ديال عصير ديال الليمون, وقشور ديال الليمون, وطحين على حسب الخليط, يكون طحين بيض فورس من النوع الجيد الخاص بالحلويات, مغربل جوج حتى ثلاثه المرات, جوج خمارات ديال الحلوى حمرين. وبالنسبه للطريقه هو انه غادي ناخذوا البيضه, غادي نطربوها مزيان مع كاس ديال السنيده, كنعبروا بالكاس ديال العنبه, بيضه كاس ديال العنبه السنيده, وكنديروا الساشي ديال الفاني, كنطربوهم مزيان ولا كنطحنوهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي حتى كيطحى لينا مزيان داك البيض والسنيده والفاني, وكيوليو يعني بحال الكريمه. ضروري انه السر باش جينا كيكه مزيانه اولا لي مادلين نطربوهم مزيان هذاك البيض والسنيده والفاني حتى يطربوا مزيان, وما يبقاش نهائيا يبان البيض يولي يبان اللون ديالو بحال الابيض يعني كريمه. عاد ديك الساعه نزيدو نص كاس ديال الزيت على شكل خيوط وحنا كنطحنوا, نزيدو كاس ديال عصير ديال الليمون, نزيدو قشور ديال الليمونه محكوكه في الحكاكه رقيقه, ونخلطوا هاد المقادير, نخويوهم في واحد الاناء, وعاد ديك الساعه نزيدو جوج خمارات حمرين ديال الحلوى مع الطحين على حسب الخليط. ناخذوا الطحين نغربلوه ثلاثه د المرات, الخمارات ديال الحلوى حمرين جوج حتى هما نغربلوهم مزيان, وهذاك الخليط نبقاو نزيدو حفنه بحفنه, وحنا كنخلطوا دائما بالسباتيو ولا بالمعلقه حتى يتخلط لينا داك الطحين اللي زدنا في الاول, ونشوفوه راه تخلط مع العجين ديال الكيك, عاد نشوفوا واش خاصنا نزيدو, ونبقاو غاديين حتى يعني كتخلط لينا مزيان, وكنحصلوا على عجين ديال مادلين, عجين ديال الكيك اللي هو مجموع ماشي ثقيل بحال العجينه وماشي سائل يعني جاري بينو بين العجين ديال الكيك العادي. مباشره كناخذوا هذاك المول ديال 6 ولا ديال 8 اللي فيه دوك القوالب الفرديات ديال المادلين, وكنديروا فيه يعني الكويختات ديال المادلين, راه معروفين الكويختات, كاين اللي كيدير وحده كاين اللي كيدير جوج على حسب الجوده ديال هذوك الكويختات, كنرشوهم شويه ديال السنيده. وعاد ديك الساعه كناخذوا الليمون ولا المندرين, عندنا الليمون صغير ولا عندنا المندرين, يعني المندرين نقيوه ونقطعوه على شكل دوائر, يعني ملي كنقطعوه راه كيجي بحال الدورات ديال الليمونه, فلكم الاختيار. عندكم ليمون صغير غادي نحيدوا ليه القشره ديالو, اولا المندرين نحيدوا ليها القشره ديالها وحده فيهم, وكنحاولوا غادي نقطعوها يعني بحال كيف كنقطعوا الدنجال, نقطعوا على شكل دوائر نفس القضيه بحال كيف كنديروا ملي كنقطعوا الليمون وكنرشوا بالسنيده والقرفه, نفس الطريقه كنقطعوا على شكل دوائر وكنديروا في التحت ديال هذوك الكويختات ديال المادلين. فكيف قلنا غادي ناخذوا هذوك القوالب ديال المادلين اولا ديال الكيك, يعني هذوك القوالب ديال الكيك فرديين تيكون فيهم كتكون سينيه ولا لاطا فيها 6 ديال الحفيرات اولا 8 ديال الحفيرات, غادي نديروا فيهم الكويختات ديال المادلين ديال الكيك, وغادي نرشوا هذوك الكويختات بسنيده, وغادي نديروا دائره ديال المندرين اولا ديال الليمون, وعاد كنفرغوا العجين ديال الكيك وكندخلوها الفران حتى كطيب مزيان وكتحمر, وديك الساعه كنخرجوها لكم الاختيار. يعني ملي كنحيدوها وكنقلبوها راه كيجي فيها داك الدائره ديال الليمون, وخاصه ملي كنزيدوا السنيده كتجي يعني محمره. ممكن انكم ديروا السكر الاشقر, هذيك السنيده الشقراء يعني حتى هي كتجي مزيانه كتعطي واحد اللون زوين, وممكن انكم تخليو هكا الليمون تحت يعني بلا ما تقلبوها, تحيدوها غير من الكاغيت ديالها مثلا, وكتقدم كيجي الليمون تحت وكيجي هذاك الكيك من الفوق, راه كتجي زوينه بزاف, نتمنى انكم تجربوها.